وثق بينه تعريف الكليات أو تعريف فريق التنويه. السلام عليكم، معكم إليس صديق، كنقرا في مدرسة ابن سينا وهذا بغيت نقول لكم بلي هذا راه ماشي عطلة، حيتاش كنتبعوا الدراسة ديالتنا عن بعد في القناة الثقافية الرابعة وفي البوابة الإلكترونية تيميتيس. بسبب هذه الفجعة ماشي صافي غا بحال كدا، ولكن كنقضوا التوقيت ديالنا، كنفيقوا في الصباح بحال غنمشيو للمدرسه، ولكن كنجيو كنقراو وكنخصو وقت اللعب وكنخصو وقت للقرايه باش نكونوا في حال كنقراو في المدرسه، باش حتى شي حاجه ما تفوت عنا ولا نفوتو حنا شي حاجه بحال كدا. ما كاين حتى شي تغيير ما بين الدراسه في ليكول والدراسه عن بعد، حيت بحال نفس الدروس اللي كتقرا تما كون نفس غير الاساتذه مغيرين، والمهم انت كتستافد كتاخذ شي معلومات. والامتحانات ماشي مشكل، نقدروا نديرهم في المدرسه، ولكن داك الشيء اللي غدير في الامتحان كتقرا هنايا. اولا الاوزان الثماني بفول الثلاثي ونصنفها، هل هي عامه ام خاصه ام قياسيه ام ثماني، وادراك طريقه ايرادها. معكم أمير الديك، كنقرأ في الثانوية الإعدادية ابن سينا في المستوى الأولى إعدادي. دراسة عن بعد يعني ماشي بحال الدراسة في المدرسة، ولكن كنستافدوا منها، يعني واخا ما كنقراوش في المدرسة، يعني راه كاينين بزاف تاع وسائل التواصل الاجتماعي بحال الدراسة في التلفزيون بحال قناة الرياضية مثلا، وبحال الثقافية قناة الرابعة، وكاينين بزاف تاع الوسائل التواصل الاجتماعي اللي نقدروا ندرسوا فيهم في بلاصة الدراسة، حيت دابا على هاد الوباء هادي وهاد الفجعة هادي يعني هي اللي خلاتنا ما ندرسوش، ولكن كنبغي ندرسوا في الدار واخا ما خاصناش الفجعة، ولكن كندرسوا في الدار يعني مزيان. لا ما كنحسش براسي في عطلة، حيت هادي خاصني نوجه واحد القول للناس اللي هما كيحسب لهم واش هادي عطله، هادي راه ماشي عطله، هادي كنستعملوها حنا باش ندرسوا عن بعد، يعني بسبب هاد الفيروس هذا اللي كنشوفوا هاد الوباء هذا الفجعه الكبرى اللي هي اللي منعتنا على الدراسه، يعني ماشي عطله، يعني حنا ماشي عطله، يعني خاصنا نبقاو في ديورنا، خاصنا نقراو عن بعد الدراسه عن بعد، يعني بحال التلميذ من كندرسو من التليفون، يمكن لنا ندرسو من التلفزيون، بزاف ديال القنوات يعني يمكن لنا ندرسو منه.